بداية نطلب من الله العزيز القدير أن يطيل لنا في عمر قائد الوطن وراعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهد، وأن ينعم الله علينا بنعمة الأمن والأمان، إنه سميع المجيب. كل الشكر والتقدير والعرفات إلى معالي الدكتور محمد الذنيبات، وإلى الرئيس التنفيذي، وإلى أخونا المهندس محمود الجرابين أبو عمر مدير المناجم في الجنوب في شركة الفوسفات، وإلى جميع مهندسين شركة الفوسفات وموظفينها. وأتقدم بالشكر الجزيل إلى عطوفة محافظ معان الرجل الذي كان يتابعنا باستمرار، وعطوفة مدير قضاء الجفر ومدير تربية البادية الجنوبية. ونشكر شركة الفوسفات على تبرعها الطيب بعدد قرفانات عدد 2 إلى مدرسة مثلث أبو عمود الشيدية. والآن آمر أخونا المهندس أبو عمر بترتيب الموقع هذا بصبة وبدرج للقرفانات وبترتيب الموقع، وتم الاتصال مع عطوفة المحافظ أثناء زيارتنا اليوم إلى مثلث الشيدية، وحطيته بصورة الوضع عن المياه وعن شبكة المياه على المنازل الموجودة على المثلث، وطلب مني أن أزوده بكتاب رسمي مفصل عن واقع الحال في منطقة الشيدية. وسيتم ذلك. أشكر معالي الدكتور محمد الذنيبات على دعمه المستمر لأبناء المجتمع المحلي في مناطق البادية الجنوبية وخاصة الجفر ومثلث الشيدية. وهذه الشركة نعتبرها هي ملك لكل شريف من أبناء البادية الجنوبية والوطن، لأنها شركة قدمت الكثير، قدمت الكثير من عمل الخير، ودائما ما توانى عنا في أي مطلب نطلبه. كل الشكر والتقدير والعرفان إلى معاليه وإلى جميع كادر شركة الفوسفات الأردنية. وأنا صراحة عاجز عن الشكر، عاجز، لكن نقدر نشكر بس، ولا مهما شكرنا مهما قدمنا احنا نظل مقصرين معه. وأوصي أخواني وجماعتنا على مثلث الشيدية وأبناء البادية الجنوبية بالمحافظة على ممتلكات شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الشركة اللي تهمنا، اللي همنا أمرها، لأن هذه بالتالي خيرها إلنا، ومهم مقصرين يبذلوا كل جهدهم وما يستطيعوا يقدموه ما عمرهم شحوا علينا بأي إشي كان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي ألف مبروك. الله يبارك فيك. واحنا نتمنى لكم التوفيق، وهاي يعني من ضمن المسؤولية المجتمعية لشركة مناجم الفوسفات. الله يطول عمرك. ودائما توجيهات مجلس إدارتنا والرئيس التنفيذي بأي شيء احنا في المواقع نقدر نقدمه لأبناء المجتمع المحلي إن شاء الله ما نقدر. الحمد لله. وألف مبروك وإن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ربنا يطول عمر جلالة سيدنا. آمين. ويطول لنا عمر كل رجل فيه خير بالمملكة الأردنية الهاشمية، لأن بحاجة الكل رجل مخلص، الكل رجل يبذل جهد لأداء الواجب المسند إليه، إحنا لا شكره ونعتز ونفتخر كل رجل مخلص بهالمملكة. إحنا جاهزين بأي خدمة. الله يطول عمرك وما عمرك وقصرت، وبارك الله فيك.